اللي عندهم بنات في سن المراهقه اكيد اتفاجئوا بان بناتهم بعد ما كانت بتقول حاضر يا ماما وطيب يا ماما بتسمع الكلام بقوا متمردين. معظم الامهات تقول لك لا دي مش بنتي، دي مش اللي انا عارفاها، دي اتغيرت تماما. انا عايزه اطمنكم ان ده طبيعي، وده المرحله العمريه بتاعه سن المراهقه هي بتبقى كده. هم العيال بتتمرد وبيحسوا بقى ان هم كبروا، فمن حقهم يقولوا رايهم، يمكن بيعملوها بطريقه غلط او بيعملوها بطريقه تستفزنا اوقات، بس دي طبيعه المرحله. فانا مش عايزاكي تتخضي وتفتكري ان بنتك ما بقتش حلوه خلاص بقى هفقد الامل فيها، البنات التانيه احلى منها، لا خالص. هم كلهم كده في سن المراهقه بيبتدوا يعملوا شويه حاجات يبينوا فيها ان هم بقى لهم ايه شخصيه. طب لو انا بنتي بتتمرد عليا وما بقتش تسمع كلامي وبقت شخصيه مختلفه، اعمل معها ايه اول ما تدخل سن المراهقه؟ اول حاجه خليكي عارفه ان احيانا لما احنا وهم صغيرين لو احنا كنا متسلطين عليهم بزياده، يعني مش بنديهم فرصه يقولوا رايهم، ده بيخليهم لما يكبروا بيفردوا اكتر وبتبقى الدنيا صعبه شويه. فيمكن احنا لو عملنا اخطاء في سن الطفوله بتبان شويه في سن المراهقه، فيبقى التمرد بزياده. يعني لو انت كنت بتسيطري بزياده فالتمرد بتاع البنات في سن المراهقه بيبقى فعلا زياده. فعايزين يعني نصاحب ولادنا اكتر، صاحب بنتك اكتر. مفيش حاجه اسمها ايه لا هي لازم تسمع كلامي لانها ما عندهاش اختيارات غير كده، ده غلط تماما. مينفعش تبقى بنتك طولك او اطول منك واعرض منك وتضربيها، هي هتتمرد عليكي. يعني انت مثلا لو انت دلوقتي ضربتيها علشان تذاكر مثلا، او ضربتيها علشان عملت اي موقف غلط، تفتكر الموقف هيعدي عليها؟ لا، هتخزنه جواها وتطلعه في حاجة تاني. فمهم جدا انا اخد بالي انا بعمل ايه مع بنتي، هل انا بزود التمرد اكتر ولا بساعدها ان هي تهدى شويه في العناد؟ يعني اول حاجه كان في خطه ان احنا ازاي نساعدهم يبقوا اهدى ان احنا نقبلها، يعني ان البنت هي في مرحله فيها هي متشتته، هي مشاعرها طالعه نازله، هي لسه بتتبني، في حاجات تغيرات كتيره بتخليها متعصبه او عصبيه في اوقات كتيره. اوقات كتيره بتبقى البنات شايفه ان هي على حق مهما حصل، وخصوصا اوقات الدوره الشهريه بتخليها تشوف ان هي على حق، مشاعرها زي ما يكون كده كلها متوتره، فبتبقى الدنيا صعبه شويه. فحاولي تتفهمي طبيعه المرحله بتاعت بنتك وخصوصا اوقات الدوره الشهريه. حط نفسك مكانها وتعاطفي معاها، شوفي الامور بنظرتها هي، بنظره طفله لسه مراهقه. يعني ما تشوفيش عشان هي كبرت يبقى هي لا كبيره بقى وفاهمه كل حاجه، لا خالص، هم بيبقوا لسه مش عارفين حاجات كتيره، بس هم عشان جسمهم كبر بس فاحنا بنفتكر ان هم بقى ايه عقلهم كمان كبر، لا هم لسه بيخطوا خطواتهم ناحيه ان هم يكبروا. ممكن تحكي لها يعني هي عملت كده ليه، يعني احكي معاها مثلا انت عملت كده ليه بلطف، عارفه نبره صوتك وانت بتتكلمي معاها هتفرق، هتخليها يا تفتح باب الحوار يا تقفل الحوار. تكلمي معاها بلطف من غير تأنيب، يعني مثلا انت مالك يا حبيبتي، انت في حاجه مضايقاكي، انا حاسه ان انت مجروحه، انا حاسه ان انت موجوعه، تحبي تحكي معايا اكتر؟ فكل ما انت بتدخلي في مشاعرها بتلقطيها من مشاعرها وتبتدي بالمشاعر هي تحس بحنيتك فتبتدي تحكي معاكي، لكن لما تنتقدي على طول هي هتقفل الباب مش تفتحه. فبعدي عن النقد تماما في سن المراهقه، خلي دايما الباب انا حاسه بيكي، انا فاهماكي، انا معاكي، انا في صفك، تعالي في حضن ماما، تعالي نتكلم، طب ايه اللي مضايقك في الموضوع ده، طب انت عايزه تعمليه ازاي. الكلام ده مش هيخليها ان هي تفرد عليكي ولا حاجه، تطمني، بالعكس ده هيخليها تحس انك انت في صفها، فبالتالي هي كمان هتبقى معاكي وتتعاون معاكي. اساليها اسئله زي مثلا طب انت شايفه ايه في الموضوع ده، طب انت رايك اتحل ازاي، طب انت جربتي قبل كده الطريقه اللي انت بتقولي عليها، طب انت اديني اقتراحاتك وانا معاكي. الحاجات دي بتخلي البنت تحس ان الاقتراحات اللي بتقولها هي طالعه من عندها فتعملها، لكن لما انت تقولي لها ايه لازم تعملي كذا هي مش هتعمل، لكن بتقولها طب انت شايفه الصح ايه، هي هتفكر وتبتدي تعمل الصح هي بنفسها. ولو قالت حاجات غلط قولي لها بس ده مش اختيار لان دي حاجه غلط او ليها نتائج غلط زي 1 2 3، او ساعديها هي تعرف ايه نتائج الافكار الغلط اللي هي بتفكر فيها. لما تيجي تتكلم معاكي ما تقاطعيهاش، ما تقولهاش ايه انت اصلا ما بتعرفيش تفكري، انا غلطانه اساسا ان انا خليتك اقعد معاكي وتتكلمي. سيبيها تطلع، كل ما تطلع اللي جواها كل ما انت هتعرفي بنتك واصله لحد فين وبتفكر ازاي، فهتساعديها ازاي تحسن افكارها وازاي هتعرفي نقاط الضعف اللي انت محتاجه تشتغلي عليها. لكن لو بنت كتمت انت مش هتعرفي عنها حاجه، فسيبيها تقول عن كل اللي جواها، وانت بعد كده بحاولي تعملي ايه زي خطه كده ازاي تصلحي الافكار دي عندها او ازاي تعالجي المشاكل دي عندها لو هي بتفكر بطريقه غلط.
لان طبيعي في سنها مش تبقى مولوده يعني عارفه كل الحاجات الصح، هتخبط لان اصحابها كمان بيأثروا عليها جامد. فانت لما انت تبقي عارفه تقولي لها وتصاحبيها هي هتسمع منك. طول ما انت نبره صوتك هاديه، تعبيرات وشك مريحه متقبلاها، بتتناقشي معاها، كل ما هيبقى العناد قليل جدا. كل ما تمسكي اعصابك من غير ما تتنرفزي وتعلي صوتك، كل ما هي هتميل ان هي تسمع كلامك. قولي لها الحاجه واديها فرصه تفكر فيها، اوعي تقول لها كلمه تغصها في النص. امسكي نفسك، انا عارفه اوقات هم بيبقوا مستفزين اوقات، بس غصب عنهم مش هم قاصدين يضايقوكوا. البنات بتبقى شويه يعني انا شايفاهم غلابه في سن المراهقه صراحه، بيتعرضوا لضغوط كتيره. فانت كل ما انت تبقي في صفها بجد هي هتميل تقول لك لا انا مش عايزه ازعل ماما، هتميل ان هي تبقى معاكي. بلاش بقى نعمل ايه، لا انا مش هعمل الحاجه دي علشان ما يقولوش عنها كذا، مش هعمل ده عشان الناس ما تقولش كذا. سيبك من الناس، اعملي الحاجه المناسبه لبنتك، اللي هي طول ما احنا بنرضي ربنا خلاص مش هنعمل حاجه تغضب ربنا، بس مش هنبقى طول الوقت قاعدين بس نرضي الناس. احنا في مجتمع مهم ان احنا نكون بنعمل تصرفات مناسبه للمجتمع، لكن مش بيبقى هدفنا طول الوقت ان احنا نرضي الناس. في فرق يعني، مش هلبس لبس عريان وامشي في الشارع اقول انا هعمل اللي انا عايزاه، لكن لا انا هلبس لبس اللي بيناسب المجتمع، لكن مش هفضل طول الوقت ان انا اعمل حاجات اللي ترضي الناس. انا اهم حاجه عندي ان انا ارضي ربنا، فاحنا نخليها دايما حاطه في اعتبارها ان هي اهم حاجه ترضي ربنا، ما نخافش بقى من نظره الناس وكلامهم ومش عارف ايه. لا، رضا ربنا هو الحاجه الاساسيه اللي في حياتنا، فده بيخلي البنت مرتاحه اكتر ان هي مش مضطره ترضي بقيه الناس. كل ما انت مثلا تخرجي معاها، تقعدي معاها، تهزري وتضحكوا، فتحس ان هي صاحبتك، فده برضو بيقلل العناد، بيقلل التمرد، لان هي حاسه ان هي صاحبتك. كل ما انت كمان بتنقي اللغه اللي بتتكلمي بيها باحترام، مش بطريقه فيها تهكم وطريقه فيها تريقه، كل برضو ما ده هيقلل العناد. كل ما انت تحبيها وما تفرقيش بينها وبين اخواتها، ده هيقلل العناد، لان احيانا البنات بتعاند لما تلاقي الام بتفرق بينها وبين اختها او بينها وبين اخوها. في اوقات ده بيحصل في بيوت كتيره، لا اصل دي بتسمع كلامي فانا هرضيها، ودي متمرده فانا هديها على عينها. ما تفرقيش بين ولادك حتى لو فيهم حد غلطان، عشان لو فرقتي الفجوه هتوسع وهي مش هتحبك ولا تحب اختها ولا تحب نفسها. لكن كل ما انت تفضلي ورا بنتك عشان توصلي لها حبك، وما تفرقيش بين الولاد وبعضيهم، كل ما هي هتحس بده وهتبتدي ان هي تهدى معاكي وما تبقاش متمردة. اوعي تهيني، شجعي، بدل الإهانة خلي في تشجيع. بدل ما تقول انت فاشلة، قولها انا مؤمنة بيكي، انا عارفة ان انت جواكي طاقات كتيرة. احنا مش عايزين ولادنا يبقوا حاسين ان احنا ضدهم، احنا عايزين ولادنا يحسوا ان احنا في صفهم، فده بيريح كتير. احنا عايزين ولادنا يبقوا بتصرفوا بتصرفات على اساس ان احنا فخورين بيهم، مش ان احنا مكسوفين منهم، مكسوفين من تصرفاتهم. لا، انا فخوره بيكي زي ما انت كده. تربيه البنات مسؤوليه كبيره، بس حبك واهتمامك وسؤالك عليها، وان انت تتكلمي معاها بشكل لطيف، وانك انت تحطي نفسك مكانها، وان انت دايما تدخلي لها دخله المشاعر، وانا حاسه بيكي واحكي لي حبيبتي اللي جواكي، كل ما بنتك التمرد بتاعها هيقل خالص، وهتبقى الدنيا احسن بكتير. حتى لو اتمردت في وقت هترجع تاني اسرع، ومش هتتمادى في التمرد ده. مهم مع بنتك انك انت توصلي لحل وسط، يعني انت مش لازم تاخدي كل المميزات وهي تخسر. يعني مهم تعلميها ان احنا نوصل لحلول وسط مع بعض. انا مش هعمل اللي انا عايزاه كله، ولا انت تعملي اللي انت عايزاه كله، خلينا نوصل في حته في النص. الحته دي بتريح، ده بيسموه فن التفاوض. انا بتفاوض معاكي، طب انت مثلا مش عايزه اذاكري 5 ساعات، طب تذاكري كام؟ مثلا ممكن 3:30، ممكن 4، فاحنا بنوصل لحل وسط. طب بدل مثلا ما تسهري لساعه، هي عايزه تسهر لساعه 1، طب ايه رايك نوصل لاتفاق نسهر لساعه 11؟ فاحنا بنوصل لاتفاقات مع بناتنا، ده بيخليهم اهدى وبيخليهم عارفين ان احنا مش عايزين نخنقهم. خلي بالكم ان اكتر حاجه بتخلي البنت تتمرد ان هي تحس بالسيطره الزياده من الاهل، ولان طبيعه المراهق اصلا بيكره السيطره. كل ما تستخدمي التفاوض مع اولادك، كل ما العلاقه بينكم هتنجح وهي هتهدى خالص في العلاقه. كنت معاكم في حلقه من حلقات كيدز اريا، واشوفكم قريب.